احنا جينا عند نوليا، لو ازيك عامله ايه؟ طبعا انا لقيت العربيه اتنضفت من الازاز وكده. احكي لي بقى، يعني هنحكي كل حاجه من الاول. ايه اللي قدل كده؟ لكن قولي لي يوم الحادثه ايه اللي حصل بالظبط؟ يوم الحادثة اللي حصل إن أنا كنت رايحة مع ابني، المفروض مع ولادي الاتنين هنا عند بيت خالتي، واخدة الولد الصغير الكبير مرضاش يجي. سبحان الله، لو كان جه على فكرة كان اتعقد خالص، يعني الصغير عندي يمكن. المهم رحت وأنا حسيت إن في حد بيراقبني، يعني حسيت إن في عربيات ماشية ورايا، بس عارفة هو الظهر كان عامل إيه؟ يعني هو تقريبا كده كان كذا عربية، وانا متاكده ان هم اللي في الفيديو حتى كذا عربيه، يعني الفيديو مش عارف بس يجيب للاخر. في عربيات كانت واقفه ورا، كل ما يعني انا وانا ماشيه ابص في المرايه الاقي حد متابعني، فاوقف ابطا. وعلى فكره المسافه ما بيني وما بين بيت خالتي، يعني انا وصلت في نص ساعه، هي في 5 دقائق، فانا كل شويه ابطا. لو انت راجعه لو انت رايحه بيراقبوكي؟ لا وانا رايحه بيراقبوني، فبقيت اوقف كل شويه العربيه، وبعدين ابص الاقي العربيه اختفت، فاقول لا خلاص ده بيتهيأ لي، عارفه الجو ده. بعديها بشويه وبعدين لحد ما شفت في الاخر عربيه حمراء، مش فاكره كانت نوبيره ولا ايه، بس انا اتاكد قلبي حس، انت عارفه بتحس، يعني كان واحد بيكلم في التليفون وبيبص لي قوي كده، يعني بيصغر لي يعني. فخلاص انا قلت كل ده تهيؤات، يعني ما شكتش يعني. فانا ابني كنت هسيبه واجي اخد والدتي، يعني اخد ماما والطفل التاني ونكمل. مرضاش ابني، قال لي لا انا عايز اجي معاكي. قلت له حبيبي انا رايح اجيب اخوك وماما ونيجي لخالته. قال لا انا عايز اجي معاكي. فانا طالعه، حتى لو لاحظتي في الفيديو انا بعمل ايه، انا دايما عندي رعب يعني، او عندي قلق، حاسه ان في حاجه مش مظبوطه، بس مش قادره امسك حاجه بايدي. فانا بصيت، لو تاخدي بالك انا، هو الولد جري وركب جنبي، وانا فضلت ابص شويه كده يعني بشيك. يعني هو كان ماشي معاكي وهو ركب لوحده؟ الولد جري، يعني انا فتحت العربيه، فهو مش عارف الاطفال بقى، راح جاري وفتح هو العربيه وراكب وركب لوحده. انا بقى وقفت شويه كده، ما اعرفش ايه اللي خلاني برضه اعمل كده، سبحان الله. وقفلت عملت لوك؟ لا ما عملتش لوك دلوقتي، ما كانش في حد ظهر. فانا بصيت كده لمحته بقى جاي بيجري، جاي بيجري بيجري، خلاص عايز يعمل فيها حاجه يعني. فانا بسرعه، هو بشخصه ما طلع في الفيديو. فانا رحت سايبه الولد وجريت عشان الم الناس. فانا وانا بجري افتكرت اعمل ايه، اقفل اللوك بتاع العربيه. لما قفلته انا بقى معرفش، يعني انا مشيت بقيت اخبط، لان بوابه خالتي بوابه عارفه اللي بتتقفل مره وقع فيها فيرفور جي وحدي، فانا كل شويه بقيت لدرجه اتعورت، وحتى الصوت طالع حد زي صوت كده في الفيديو ده، انا بس رغبان ده، بس انا بيت خالته بيطل على الناحيه الثانيه مش على الشارع، فمين اللي سمع؟ البواب. فكان اول واحد البواب يطلع، فطبعا اتروق البواب، بس هما ما اتكوش يعني، واضح انه عليه قوي يعني، لانه هو خاف برضه يعني، راجل خاف. ونزل بقى واحد من البادي جاردات. شفته ده؟ ده واحد بقى، في كتير يعني، بس ده اول واحد، وابني اتعرف عليه. والتاني اللي كسر الازاز، انا على فكره كسر الازاز حتى ما شفتوش، انا كنت كسره بايه؟ بايده؟ بايده. انا سمعت صريخ ابني بقى، يعني انا لقيت الناس ملمومه والدنيا ملمومه، الناس كلها خايفه، لانهم في الاول لهم ابوهم وهياخدهم، بعد كده لهم اللي هيقرب، بلطجيه واقفه في الشارع بقى، اللي هيقرب يوروني يعني، كل هيتاذي. فالناس بقت واقفه مش قادرين، وانا على فكره بعذر كل اللي كانوا في الشارع.